السلام عليكم. اليوم نروح نشوف ملعب دويرة للوقوف على عملية وضع الكراسي اللي راهي عرفت يعني وتيرة متسارعة، وللعلم أنه فيه عوض أن يكون فيه 2 ألوان، لاحظنا أن فيه الأبيض كذلك سوف يتخلل يعني ما بين الأخضر والأحمر، وكذلك عملية نتاع وضع السبورة راهي يعني تقريب اكتملت. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم.